يكرهني وهو عدوي الأول. مدرب أحد الكبار الدوري الإنجليزي يكشف عن عداوة صادمة مع تشافي. تعرفون جميعا إلى أي حد يحب تشافي هيرنانديز نادي برشلونة. فمتوسط الميدان الإسباني السابق والمدرب الحالي لم يعرف طيلة حياته في الملاعب الأوروبية سوى البلوغرانا. وحبه الكبير ذاك كان متطرفا إلى درجة جعلته يسمع بعض العداوات الكبيرة، لكن أكبرها لا يخطر على بال ولا على خاطر، حتى أن خصمه خرج على الملعب ليقول أن تشافي يكرهه وهو عدوه الأول. فمن هو هذا الشخص يا ترى؟ المنطقي هو أن يكون هذا اللاعب من ريال مدريد، والذي نال نصيب الأسد من انتقادات تشافي هيرنانديز في السنوات الأخيرة. فليتعلق الأمر بكريستيانو رونالدو الذي تلاسن معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدة مرات في السنوات الأخيرة. لا، ليس هو. هل هو لاعب انتقل من برشلونة لريال مدريد في السنوات الماضية كخافير سافيولا، والذي قال حرفيا أنه خسر صداقته مع تشافي فور التوقيع للفريق الملكي؟ أيضا لا، الأمر ليس كذلك. أكبر أعداء تشافي هيرنانديز متواجد الآن في تشيلسي، ودار بينهما في السنوات القليلة الماضية حادث قد يكون من بين الأعنف في وسائل الإعلام. والأمر لا يتعلق سوى بمدرب تشيلسي ماوريسيو بوتشيتينو، والذي خرج سنة 2017 ليقول عنه: تشافي يكرهني، إنه أكبر أعدائي. فما الذي حصل يا ترى حتى تصل الأمور لتلك الدرجة؟ في أبريل في سنة 2017 خرج تشافي في تصريح بصحيفة دان سان البريطانية، تحدث فيه عن لاعب توتنهام ديلي آلي وحثه على الرحيل إلى مانشستر سيتي للعمل تحت إمرة بيب غوارديولا. تشافي قال في هذا السياق: إنه أفضل لاعب إنجليزي حاليا، غوارديولا معجب كثيرا به، وأعتقد أنه سيكون في وضع مثالي مع السيتي. تلك التصريحات جعلت بوتشيتينو الذي كان حينها مدربا لتوتنهام يستشيط غضبا ويخرج في تصريحات لسكاي سبورتس قائلا: تشافي يحاول إخراج فريقي من تركيزه، إنه يكرهني لأنه لاعب سابق في برشلونة، أعرفه جيدا، فقد واجهته سواء كلاعب أو كمدرب، لا شك أنني عدوه الأول لسبب ما. يوم أمس كنت أتحدث مع تيري هيرني وتذكرنا مباراة البارسا أمام إسبانيول حينما قام تشافي بخداع الحكم، لقد تظاهر بالسقوط دون أن يرتكب ضده أي خطأ، وبعد ذلك سجل إبراهيموفيتش وفازوا بالمباراة. مدرب تشيلسي اعترف مرات كثيرة بعد ذلك بأنه لا يحب شخصية تشافي ولا يعتبره شخصا نزيها. ولا داعي أن نذكركم بسوء العلاقة بين النادي الفرنسي والنادي الكتالوني. وفي نهاية الفيديو لا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. كان معكم نور الدين طياش من صفحة وقناة تاكتيك كرة القدم.